السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في هذه المرحلة الجديدة من مراحل لعبة برانتس 2 الهروب من السجن. إذا لم تكن بعد من المشتركين فرجاء اشترك في القناة. احفر نفق حتى تهرب. حسنا، نقوم بالضغط على النفق الذي يحفره أحمد فسيتحرك. حسنا، سنمر في أمام الشرطي الأول، لكن الشرطي الثاني كما ترى فهو سريع جدا، لذلك نتحرك بخطى بطيئة حتى نقترب من الشرطي دون أن يكتشفنا، ثم في اللحظة المناسبة نقوم ب التحرك نحو خط النهاية. نلتقي في مرحلة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.